مساء الورد. في كل مرة بسافر وأنا بنت بطوطة مسافرة كتير قوي، أول حاجة بسأل عليها: يا جماعة المسرح عندكم عامل إيه؟ عندكم إيه مسرحيات؟ وأحيانا في بعض الميوزيكلز المهمة اللي بيبقى عليها أرش كومبلي، بحجز قبل ما أحجز تذكرة الطيران، بيبقى عندي تذكرة مسرح. المسرح هو المدرسة التانية اللي تعد الأجيال. المسرح هذا الاحتكاك المباشر بين الجمهور وبين الموهوب والمشع على المسرح، ده دي حالة استثنائية لا تتواجد ولا في أي فن آخر. المسرح ممنوع الغلط، وما فيش غلط، ما تقدرش تغلط. مع البدايات صنوع والقباني وجورج أبيض ويوسف وهبي و و و ومع المحدثين المستنيرين الإبياري وكل المسارح العظيمة والمسرحيات التي كتبت بجدية، نصل إلى نساء قدرت إنها لما تقف على خشبة المسرح إنها تخطف عينيك. مؤخرا رحت أتفرج على مسرحية لكبير وزعيم من وجهة نظري، زعيم المسرح، أستاذ محمد صبحي صاحب وجهة النظر، وذهلت. لقيت مجموعة شباب رائعين، وطبعا صبحي صبحي، لكن شفت ست أنا ما كنتش شفتها قبل كده، وده تقصير مني إني أنا ما كنتش شفتها في مسرحيات سابقة، واترعبت. عيني ما كانتش بتفارقها وأنا فنانة ممثلة، هي تروح شمال عيني رايحة شمال معاها، هي تيجي يمين أضحك على إفيهاتها. وكانت شابة وبهية زي مصر. هذه الطاقة المسرحية والفنية المحترمة والمختلفة، واللي بتعرف تقول لأ مش عايزة الدور ده لأنه الدور لا يليق بتاريخي، لا يليق بالفن المصري. هذه السيدة معانا على التليفون، مشرفاني ومكبراني. معنا النجمة الكبيرة سميرة عبد العزيز. مساء الورد. مساء الخير يا حبيبتي. ما لحقتيش المقدمة اللي عملتها لك لأنك تستحقي الكثير الكثير يا أستاذة سميرة. والله إنا شكرا ليكي، وأنا سمعة حاجة جميلة جدا بشكرك عليها قوي. يا ست الهوانم أنا ذهلت، أنا للأسف يمكن ما شفتش أعمالك المسرحية الأخرى، ذهلت لما رحت للأستاذ صبحي وشفتك جبارة مع أجيال مختلفة ومحمد صبحي وهذه الطاقة اللي عندك، يا ما شاء الله. أولا بتجيبي مصدر القوة إزاي؟ الحمد لله أنا عاشقة للمسرح يا مدلين. يعني من طول عمري أول ما وقفت على المسرح القومي في بيتي قلت يا رب أموت على المسرح. يا حبيبتي أنا عاشقة جدا للمسرح، وبحب قوي أخاطب الجمهور من خلال المسرح. وحاليا أنا بعرض مسرحية تانية على الطليعة، تيجي تتفرجي عليها على الطليعة. على الطليعة هروح. مخدة الكحل اسمها صبايا ايه؟ صبايا مخدة الكحل. الله، صبايا مخدة الكحل. حلو قوي، كلمينا شوية عنها. هي بطولة معاكي مين بطل الكاتب المخرج؟ كلهم شباب، كلهم شباب. الكاتب الشاعرة كوثر مصطفى، والمخرج المبدع انتصار عبد الفتاح. والباقي كلهم شباب بيأدوا أداء جميل جدا متناغم. هي بتتكلم عن البنت ومشاعر البنات. حلو قوي. أنا الوحيدة اللي بمثل، يعني أنا اللي بقول بحكي القصة من خلال تدوير مكنة خياطة كأنها هي الزمن. يا يعني سلام. الزمن ماشي. يا سلام. بيقول إن البنت باستمرار عندها غبن من الذكور، يعني فعلا عالم الذكور المسيطر. هو يعني اي جانر يعني يعتبر المسرح اللي بتقدميه ده جانر ايه نقدر نقول عليه؟ البليفونيك، المسرح البليفونيك. بليفونيك لان هو ايقاعات، ايقاعات باجهزه مختلفه غير معروفه. يعني في ايقاع ابائيب عندنا، صحيح، ايقاع مخرطه الملوخيه. حلو، حلو قوي. معمول بكل الالات دي، ايقاعات مع طبعا ايقاعات الموسيقيه موجوده، ومع باليرينا بترقص رقص جميل جدا. الله. واحد وبنت ثانيه بترقص توقيع بطريقه ثانيه. جميل جميل. يعني دي بالباليه ودي بالتوقيع بايديها ورجليها وراسها.
يا سلام. وأنا يعني أحكي عنهم يا أستاذة سميرة، يعني قريب شوية من المسرح التجريدي أو التجريبي، يعتبر كده اللي أنت بتقولي عليه الأدوات مختلفة للتعبير. هو الحقيقة احنا عرضناه زمان في المسرح التجريبي وخد الجائزة الأولى من جميع مهرجانات التجريبي لأنه لون مختلف. حضرتك نجمة أساسية أصبحتي في فرقة الأستاذ محمد صبحي، وأنا عارفة أنه في حالة توقف حاليا، لكن بتعملوا بروفات للعروض اللي جاية؟ بنحضر في مسرحيتين كمان. مسرحيتين ممكن ولا مش مسموح نتكلم عنهم؟ لا والله نتكلم. عندنا مسرحية اسمها عيلة عمل لها بلوك دي بتعالج طبعا هوس الناس بالموبايلات بالميديا بالميديا والعيلة، والمسرحية التانية عن فارس بلا جواب اللي كان اعادها ايوه كده اعادها تاني دي تحيه لكل اللي كانوا مشاركين في العمل القديم وفي العمل الجديد. تحب تقولي اي حاجه؟ هذا منبر لك على المحور. اقول عايزه اشكر محمد صبحي اللي قعدني الى الحياه بعد وفاه زوجي محفوظ عبد الرحمن الله يرحمه، استاذ عظيم. كان معانا ومعاكم النجمه الكبيره الاستاذه سميره عبد العزيز اللي شرفتني في مثل ورد. شكرا.